السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله الحمد لله. هو هناك سائل سأل حضرتك سؤال، فأردت أن أستثبت من الإجابة من سهل، فتواك له يعني. هاتي. هو كان هو واحد ملتحي، وكان يعمل في عمل حكومي، فطردوه من أجل لحيته. وهو كان تعرض في صغره لحادثة، حادثة بسيطة يعني لم تؤثر عليه، فهو أراد أن يأخذ معاش أو يأخذ فلوس من الدولة، فأراد أن يزيف تقريرا طبيا اضطراب ذهني ليحصل على هذا المال يعني. يعني هل تريد مني فتوى في هذا المقام؟ أقول لك فيها يجوز للشخص أن يأتي بتقارير طبية مزورة من أجل المعاش؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله أن أكون كذلك. أما ما ادعيته أنت من أن الحكومة فصلته من أجل لحيته، فلا أعلم شيئا مثل هذا حدث، ما أعلم أي حادثة وقعت مثل هذا في الحكومة. نعم قد يكون هناك رئيس عمل متعب شوية، لكن ما يفصلونه من العمل في الحكومة من أجل لحيته. فكن دقيقا في النقل، سلمك الله. أنا أردت أن أستثبت لا لا، أولا لا نفتي أبدا، لا نفتي أبدا بتزوير التقارير الطبية أبدا، ما أستطيع ولا أتحملها بين يدي الله ولا أجيزها. تمام، الله يكرمك، شكرا لك.